إذا كان آخر الليل عند طلوع الفجر الأخير وثبت فزعة مرعوبة فضممتها إلى صدري وقلت اسم الله عليك فصاح بي أبو محمد العسكري عليه السلام لرسول الله صلى وآله وسلم اقرأي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ وسلم علي ففزعت من ذلك لما سمعت منه الكلام فصاح بي أبو محمد لا تعجبي من أمر الله تعالى فإن الله ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حججا على خلقه كبارا وكان عليه السلام يقرأ القرآن وهو في بطن أمه ويتكلم ويعبد الله تعالى ويظهر منه ما يبهر العقول وتحير فيه الأفهام قالت حكيمة فقرأت عليها ألف لام ميم السجدة وياسين فبينما أنا كذلك إذ انتبهت فوثبت إليها ودنوت منها وسلمت عليها ثم قلت لها تحسين شيئا قالت نعم قلت لها اجمعي نفسك وقلبك فهو كما قلت لك يا مستمعين النظام استعدوا للقيام وصرت أراقبها وأنا فرحة مسرورة بها وعليها من النور ما يغشي الأبصار وتحير فيه الأفكار فنعست ثم التفت لها فإذا بها قد غيبت عني ولم أرها فضرب بيني وبينها حجاب ففزعت وأشفقت عليها وصرت حائرة فعند ذلك مضيت إلى أبي محمد العسكري ابن رسول الله صلى وآله وسلم وأنا صارخة فلما رأني على ذلك الحال ناداني لا عليك يا عمة ارجعي إليا فإنك ستجدينها في مكانها فرجعت إليها فلم ألبث إلا قليلا حتى رفع الحجاب الذي بيني وبينها وعليها من النور ما غشي بصري فأخذتني فترة وهي كذلك فلما فتحت بصري وانتبه وإذا أنا بالحجة المهدي أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد محمد صلوات صل على محمد علي أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين زين العابدين صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان البركة صلوا على محمد وآل محمد. زعلت كدري شنه عذري يلي أمري بين يديك وانت من طبعك تسامح يا إمامي دمعي يجري هذا سهري بس عليك وبخيالك فكري سارح يا إمامي انتظرتك واقف بباب الأمل شافتك ماني أهل
شلون اناديك العجل وادرتيح جبني ذنوبي وين اودي انا وجه من الخجل حق قلبك لو زعل اسف الكل ما حصل سيدي واستر عيوبي يا المهدي عفوك كم وكم مرة حملني اذنبي ولا ما تملني هذا وصفك بي اعرفك عايش بشوقك جعلني يا الدعائك لو شملني الدنيا ما تقدر تذلني جيت حلفك وانت شفك حاشا والله ما خذلني عبدك انا من مولدي تعتقني لا يا سيدي امامي يا مهدي عبدك انا من مولدي تعتقني لا يا سيدي امامي عبدك انا من مولدي تعتقني لا يا سيدي امامي صاحب زماني يلتراني شلون اعاني وابكي لك ارضى عني يا ابو صالح يا امامي ارضى عني يا ابو صالح يا امامي زعلتك ادري شنو عذري يلي امري بين ايديك وانت من طبعك تسامح يا امامي دمعي يجري هذا سهري بس عليك وبخيالك فكري سارح يا امامي شنه يربح كل من عفوك خسر لا رضت عني البشر المهم يا المنتظر بس رضاك اللي يرضي ربي ما اغالي لو قلت لك المفر كل قضاء وكل قدر امر من بيتك صدر حقي لو باسمك البي وبانتظارك يلي متحمل سنينك عيب اسئلك انت وينك انا ويني عن يقيني الما جمع بينك وبيني الله يا طلعت جبينك لو وقفت بين دينك تغشي عيني وتحتويني وانحني القبة يمينك لو بالحلم طيفك يمر هالشوفة بس تسوى العمر إمامي يا مهدي لو بالحلم طيفك يمر هالشوفة بس تسوى العمر إمامي يا لو بالعمر طيفك يمر هالشوفة بس تسوى العمر إمامي عايش حياتي نايباتي أمنياتي ألتقيك والخدمتك ما أباريح يا إمامي والخدمتك ما أباريح يا إمامي أفضل الصلاة والسلام.